وللمتابعة ينضم إلينا من الجزائر خبير الاقتصاد النفطي فارس مصدور. مرحبا بك معنا سيد فارس عبر شاشة الغد. تراجع ب 12.5% في صادرات الجزائر من النفط والغاز، ما هي أبرز أسبابه؟ من أبرز أسبابه أن الجزائر عجزت عن تطوير قدراتها الاستكشافية في مجال النفط والغاز، وتعتمد اعتمادا كليا شبه كلي على الشركات الأجنبية التي بدأ العزوف عن الاستثمار داخلها نتيجة عدم الاستقرار في القوانين على الاستقرار السياسي. يضاف إلى ذلك مشاكل أخرى تتعلق بملفات الفساد التي اكتشفت وما زالت تكتشف إلى يومنا هذا في بلادنا. طيب سيد فارس، مبيعات النفط والغاز تشكل نحو 95% من إيرادات العملة الأجنبية في الجزائر، وتقريبا تشكل نفس النسبة في تمويل الموازنة الجزائرية. هذا التراجع كيف يؤثر على مؤشرات الموازنة الجزائرية؟ والله سيؤثر تأثيرا بالغا، خاصة مع تراجع احتياطات الصرف التي عرفت وتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة نتيجة عدم تنوع الاقتصاد. الاقتصاد الجزائري لا يصدر أكثر من 700 مليون دولار خارج قطاع المحروقات ومشتقاته، وبالتالي أنت أمام معضلة كبيرة جدا. الاعتماد على المصدر الوحدوي في تمويل الخزينة العمومية بالارتكاز على سعر البرميل من النفط، سعر المرجعي حاليا 50 دولار، يعني تخيل لو أن الأسعار تنخفض إلى أقل من ذلك سنكون يعني في معضلة يعني خطيرة جدا. وبالتالي الأمر استمر لعقود من الزمن، وفي كل مرة يتحدثون عن تنويع الاقتصاد وعجزوا عن يعني استقطاب استثمارات أجنبية حقيقية عن طريق الشراكة، عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر. يضاف إلى ذلك إلى أن سوناتراك لم تطور قدراتها الاستثمارية داخل الجزائر وخارجها. سوناتراك ما زالت إلى يومنا هذا تعتمد فقط على ما يخرج من باطن الأرض بالتشارك مع الشركات الأجنبية، ولذا القانون الجديد الذي جاء من أجل أن يحفز هذه الشركات على الاستثمار أكثر في الصناعة في القطاع الاستخراجي المحروقاتي. وأنا أرى بأن هذا يعني يعتبر تكريس للاعتماد على النفط في الجزائر. شكرا جزيلا الشكر فارس مصدور الخبير النفطي من الجزائر، كنت معنا عبر شاشة الغد.